صباح الخير يا طبعا. في التحليل الفني الصباحي لشركة وينز البروكر هيضم لكم كريم من اليوم 4 ابريل 2023، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. تداولات ايجابيه وارتفاعات كبيره طبعا للجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي، وانخفاض الدولار مقابل كل الادوات الماليه، وده راجع اكيد في المقام الاول للقرار المفاجئ للاوبك بلس بخفض انتاجها، بما ادى لارتفاع كبير في اسعار النفط، وبالتالي صعوبه الامر بشكل كبير جدا او تصعيب الامر بشكل كبير على الولايات المتحده الامريكيه في حربها ضد التضخم، وكانها بتعود مره اخرى لنقطه الصفر، خاصه بعد البيانات اللي اظهرت انكماش الاقتصاد الامريكي خلال طبعا تداولات امس. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما وضح معانا على الشارت، الاداء الايجابي والارتفاعات الكبيره وعودته مره اخرى اعلى مناطق ال 24 كانت نقطة مقاومة غاية في الأهمية، ولكن نجح في كسرها وتحولت لدعم قوي هيدفع الجنيه البريطاني لمزيد من الارتفاعات، والمجال مفتوح تماما لل 25 فلات، ومن وراها 26 20 وراها 27 35. طبعا المسافات بعدت جدا، لأن المناطق اللي احنا بنتكلم فيها مناطق إيجابية جدا للجنيه البريطاني، وهتشهد تحركات كبيرة خاصة خلال الفترة القادمة. الأحداث اللي حصلت في الأسواق هتدفع لمزيد من الارتفاعات. مرة أخرى كسر ال 25 وراها 26 20 وراها 27 35. السيناريو الآخر معاكس بكسر 23 60 وراها 23 15 وآخر نقطة عند ال 22 50. وكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.